أبطال الجيش وزارة الدفاع في صنعاء تعرض صورا قالت إنها مشاهد مئات الجنود اليمنيين وبينهم سعوديون ممن أسروا خلال عملية كبرى على محور نجران. الوزارة تحدثت عن سقوط 3 ألوية واغتنام مئات الآليات والمدرعات. نجحت قواتنا في تحرير مساحة جغرافية تقدر ب 350 كيلو متر مربع كما هو واضح أمامكم في الشاشة. هذه المساحة الخضراء التي هي واضح أمامكم بعد أن تم قطع خطوط الإمداد على العدو والانقضاض عليه من جميع الاتجاهات، والمرحلة الثانية هي تلك المرحلة الحمراء يتم الآن تطهيرها. هذا مشهد كبير يمثل الصورة الحقيقية لأعداد كبيرة جدا ممن قرر بهم العدوان وزج بهم إلى هذه المعركة الخاسرة. الإعلان رأى فيه كثيرون هنا تطورا نوعيا وتحولا استراتيجيا في الميدان العسكري. هذا يؤكد ما لا يدع مجالا للشك أن مرتزقة دول تحالف العدوان قد وصلوا إلى حالة انهيار تام وسقوط مدوي، وأيضا وصلوا إلى معنوية هابطة جدا بعد أن دخلنا في منتصف العام الخامس للعدوان، والذي يعتبر أهم العوامل الرئيسية في إحباط معنوية هؤلاء المرتزقة. وبالتالي هذه العملية كانت مدروسة وتمت الإعداد والتحضير لها والتجهيز لفترة طويلة. في موازاة ذلك يقول المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام إن المبادرة التي أعلنها رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط ما تزال سارية. رسائل عسكرية وأخرى سياسية تخرج من هنا في صنعاء، وفي خضم ذلك كله يبقى الغموض يلف مصير حرب حولت اليمن إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم وفق تقديرات الأمم المتحدة. جمال الأشول، RT، صنعاء.